تاول حموم مر ودماغهم ناشفه وايديهم مرزبه. هو انت شطان يا اخي؟ ما كفكش اللي عملته فيا. معلم عيسى سيد من يوزا ولا ايه يا وزان؟ انا خايف عليك منهم قوي، رجع لهم حاجتهم يا اخويا ونخلص. نصار هو الوحيد اللي يعرف يفتح خزنتي، نصار هو اللي خد حته الاثار بتاعتي. انا اللي عشت طول عمري خدامه تحت رجليك وقصاد عينيك ما حبيتنيش كده. انت جاي لي هنا ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا زلمه؟ هو اللي فتح باب الدم وانا مش هقفلهول. عيسى دور العركه خلاص، واللي يجي على العتاوله خسران. انا لسه ما عملتلكش حاجه، انا بحسس. طلعيني ده هيقتلونا يا وش النحس. انا عيسى الوزان، ما بروحش لحد، وطالما جيت لك قدرني. ما نجيلكش في حاجه وحشه يا خميس. اخوك مش عارف هو بيعمل ايه، هيدخلنا في حرب مفيش حد فينا قدها. صدق من ايه ان الزمن بيعيدنا. طلعتي حبيبه يا بنت وغرقانه على شوشتي. يا عم خالد باي عني عليك يا محبه. معلش يا اخويا. معلش يا اخويا دي ما انتوا بتقولوا ايه؟ ورايحين فين؟ هنلعبوا المباراه النهائيه. يلا بينا. ما بقاش عاد الدخاخني يا هنديه، مين ما قدمتهم على اللي بيعملوا فيا ده؟ وانت عمرك ما فكرت لما فارس يسالك بتشتغل ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول ايه يا عفار؟ ده ما حصلتش. بعد اللي انت عملته وخنت العيش والملح هنتحاسب. مشوار سره معاك. كده ايه لك شايل الحاجات فيه؟ دور شكله جاي عليا. حطيني انت في اي حاجه وانا هتفرج. لو الغد وجعك وجع الندم هيموتك. بنت عمو نوش اللي بيعملوا نصار غلط وهيجر زعل ياما. مالهم لله اللي خربوا علينا حياتنا؟ الدنيا صعبانه علينا خربت على يومين. اتفك الحديد ده واعرفك مين الصف دي. دخاخنا هيفضل مرقد لنا لغايه لما يطول حاجته. لا تبقى سواد على الكل. اوعى تنسى كلمه ابوك الله يرحمه فاكرها. لو كلها معلمين احنا العتاوله. دي للذكرى ودي لسميره سعيد.